السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر. النهاردة نعمل انبوكسنج للعبة ديت، طبعا لعبة العساكر. طبعا انتوا لو شفتوا الفيلم بتاعي على لعبة العساكر، انا عملت حتى دلوقتي عملت فيلمين، هتعرفوا انا قد ايه بحب لعبة العساكر ديت، عشان يعني دي احسن لعبة انا لعبت بيها في حياتي. المهم يلا بينا نبدأ. بسم الله. طبعا ان هو عندنا دبابة، طبعا احسن حاجة فيها اللي هي بتحرك بتاع دي بتلف. اوه وات ذا فاك، معلش. المهم بتاع دي بتلف، ماشي. دي طبعا احسن حاجه في الدبابه اللي بتاع دي بتلف من وجهه نظري انا، بس الحمد لله الدبابه جميله قوي. ماشي، عندنا طبعا دبابه تانيه، دبابه قدر المرات بتاع برضه بتلف، برضه المدفع اللي فوق بيلف، والدبابه حلوه جدا. ماشي، عندنا دبابه تانيه، لكن المره دي بتاعها مش بتلف. عندنا طيارة وبتاع مروحة مش بتلف، ولكن طيارة حلوة جدا. ماشي، عندنا اللي هو برضه طيارة تانية عادية. ماشي، دلوقتي بقى نبدأ بالحاجات التانية. عندنا طيارة تانية برضه اهيت، خضرة. دلوقتي عندنا نخل لان هو نخل كتير. طيب عندنا دخلتين، ونبدأ بقى بالجنود كده اهو. بسم الله. ماشي، دلوقتي بقى نبدأ بقى بالجنود. بسم الله. جنود تاني ان هو جوه، جنود كتير. بسم الله بسم الله، خلونا نشوف كده اهو. اوكي ماشي، دلوقتي خلينا بقى كده نشوف الجنود، جندي يعني، هندرس كده حركاتهم يعني، وبعد كده هنكمل في البيت اللي جوه ده. عندنا الجندي دوت، عندنا دوت ده ماسك منظار، وطبعا نعدهم 1 و52. بسم الله ما شاء الله، دلوقتي عندنا كده 51 جندي في علبه واحده. نفتح بقى دلوقتي اخر حاجه في العلبه، البيت. 52 جندي، 52 جندي، تروح من هنا انت فين؟ عندنا كده 52 جندي، واحد تاني نوت. ما شاء الله. بينزل ازاي البيت ده؟ لسه في تاني. 52، 53، 53، 54. أربعة وخمسين، 55، 56. ما شاء الله، عندنا علبة فيها 56 جندي، 56 مرة واحدة. ايه ده، 57، 57 جندي. اوكي بسم الله ما شاء الله، 57 جندي كده. هو علبة فضيت اهيت، وعندنا البيت دوت، معرفش طبعا البيت ده بتاع ايه يعني، ولكن هما بيستخبوا فيه. المهم كده هو تكون الفيديو خلص، استنى بس لما اوريكم بتاع. هي دي كل حاجة يا نوت. ماشي كده يكون الفيديو خلص، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو كان الفيديو عجبك.